يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فرموا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمرة العقبة. عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي جمرة الكبرى بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي رواية: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي رواية: رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال نحو ما تقدم. مش رمي جمرة العقبة روجية كم؟ سي جمرات الثلاث سيدانة ونيا جمرات يعني أو شو يعني كبردي ليدا دي بردي تيدا كي سيدانة مان هي كردي دي بيضلن رجم شيطان باش. طبعا لتي واتو لو أصلكك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردي هايش بو رجم شيطان لو هاتوا أجينا استابلي أو شاخصة خوي شيطانة نا شاخصة شيطان نيا بويجوا بتاك نعلو ببردي جوره وبشدة كيفية السري هلا الشيطان بابي كوج مبالنا يبرم لكن بتورا نا ونبرد ومش الشيطان يا دوميان دفرميت لقال عبد الرحمن كري يزيد الله لقال ابن مسعود حجم كير ابن مسعود مبيني يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات حود برد روجية كم تنها رمي جمري كبرايا جمري عقبة روجية كم كا يوم النحرة كلا مزدلفة قرايتها اي وضعيتك شلون دوستيت كاتك رمي جمره دكيت فرمي جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه يعني اقر اما سير كان بون منى اما جمره كبت اما جمره يعني جمري عقبه جمري عقبه رجم شيطاني قورا كاتك حوت بردكي بودهاويت شلون دوستيت لشوي دوستيت فرمي بشيوازي قوستا استا ايرا بابلين اما مكة ايرش مينايا اوش مينايا ليرا دوستا مكة دا فرمي كوتا لاي يساري لاي چپي كدوستي استا من وستاهم اولا لاي چپ ما مينالا لاي راست ما ليرا ورمي جمراتك سنة وايا ايكا لهر لايكا وبيكي دروستا مهم اويكا تو رمي جمراي عقبة بكيت بلام افضل تير باشتر أويك أهل السنة دائما تحراي سنتي في غمبر ذكنا عليه الصلاة والسلام ملا دعاء فرمي هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أمشي أنا بك سورة بقرة هذا دابزي بسر في غمبر عليه الصلاة والسلام وتشي ذكرت يكبر مع كل حصات لقالها مو بردك دي فرمو الله أكبر الله أكبر أوا السنة تبلين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر إنه والله بدعية سنة أبلين بسم الله الله أكبر ديسان نخر سنة دنيا سنة يعني الطريقة التي مشى عليها النبي عليه الصلاة والسلام اشتيبو زياد مكة براكم اشتيبو زياد مكة بوي زياد كي ناشيرني ذكي جاهد يكس تيد ناقا أو أنيك للسنة حالي نابن كاتي كتو دلي أوشتا نابت دلي يعني ذكري خوا خرابة لولا أودته يعني ذكري خوا خرابة يعني من لقال الله أكبر كبلهم سبحان الله وبجلم استغفر الله يعني وخرابه يكسر خريك بتكابه شيطانك دجمني اخوا دلتو تواو لقال يا دي اخواني لقال ذكري اخواني ايوا تشيت انا بوتك تيناغا تيناغات شلون تيجيني دائما بوتي انجين نمونيك يعني نمونه زوره نمونه عقلي بلام بوتي اخواي قورا فرمي وتلك الامثال نضربها للناس نمونه بودي انتو بو خلق ويتيبقن لشت حالي بن بلا باشا براكم كزنا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله خرابة بلام لو شوية نبز الله أكبر في عمر كردوتي عليه الصلاة والسلام تنهاوك نوالا كاكا منهم يدك نرينوكو
تو انا خوشيه كتايا دكتور يك جور درماني بونوسي د چيته ناو صيدلي اكس ريري دكي اي ما شاء الله لو هم درمان جوانو باشا ولا كاك ددانم بونوسا طلع نابي برام كابري صدري نابي كاك نابي يعني يعني خراب انا درمان خراب اجي خراب بودي فروشي كل بلا درمان كخراب نيه كزني تو درمان خرابه كزني تو بي قيمه هم يان جرام بهايا بسودن بس اما بو تو نابي بو او نخورشي تو بس اويان بونوسي ويت بس اوي انا نا والله ديار توشتي خراب دفروشي اجينا دم ديته اما كسي غادله جيل بتينغا بلام بيتنوا كزواب له نا مگر زور زور بعقلك بيت شيتك بيت شيت صيدليه بلا والله دكتور جوري جبونسي بلام تخوا من حزم لوش الرنقه كي جوانه اوشيان خبارك اي غوري اوشيان نازانم چونو حزم لوانه بيدل انتو مجنوني شيتي شيت تواونيت تواونيت جاري علاج عقل كيله فيش علاج بدن الباشترا لا صيدليه ودرمان خلق تي دقه بلام لا سنه كي الرسول اخوا خلق اويك اهلي بدعبته ناقا كبيد وتكاك السنه اويا سنه اويا يعني تشيكاكا يعني ما نيتر جناحا يعني جناحه كمن لقل الله اكبر صلواتي شجله دم يا 10000 صلوات دسر بيغمر كبردي كم داوم دو 20000 صلوات دسر بيغمر بردي دوم داوم لمبرام استاتو بيغمبري اخواتو ينردو بو امت يا محمد ينارد الله محمد ينارد اي او اي بي نوت نيوت صلوات لدا كاك لو تو بو ادكيت بو تيك شوي بخواك او شيتي اولايت شيتي صيدليه كتشون تو شمانشتي بلام زوري ديتا حالي دبيت خد دناسيت مله احسن الله اليكم باب رمي الجمار الثلاث عن ابن عمر رضي الله عنه رمي الجمار الثلاث او اي بي شو رمي جمري عقبه بس كجمري عقبه لدواي همو يانا يا كم شد كدي لميناوا جمري صغرى رمي شيطان شيء يعني بتشوشي بيضلين ان جا وسط ان جا قوره روجي ججن تنها قوركيا يا كم دوم واز لديني ناكي تشيت السيل بلام روجي دومي ججن كدكاتي يا كم روجي ايام التشريق ودوم روجي ايام التشريق ايش كم من يوبوسيم روجي ايام التشريق ايش هرسيتي دچيتو رمي جمري جمرات هرسيتي دكيت مله احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وساله ابن وبره متى ارمي الجمار قال اذا رمى امامك قال فعدت عليه المساله قال كنا نتحين اذا زالت الشمس رمينا زاني من جمري عقبه كي بكره جمري عقبه روجيه كم باشتر واي دواي طلوع الشمس بيت دواي طلوع الشمس دروس تبيش طلوع الشمس دروس تبيش بانجي بيانيش خاصة لمن للضعفة أوانيك آفرتو بكوتو بصالاتو نخوشو دروس تا بلام لروجي دوامي ججن سيمي ججن شوارمي ججن نا استا سنة واي لدواي بانجي نيورو لدواي بانجي نيورو دس بيدكات جمرات ماله أحسن الله فرموي كي متى أرمي الجمار كي رمي بكم فرموي كإمامك تذكر دي فرموي جا كي ديكا فرموي كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا يعني تشاوري من ذكير تاوكو كاتي كي دهات خور لنا وراستي آسمان لايدة دا واتا نوجي نيورو دبو أو كاتشون رمي من ذكرت ماله أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصات ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. أما ينشونيتي رجمي حرس شيطانك تشونا حرس جمراتك دفرمي يرمي الجمرة الدنيا أي القريبة إلى منى سرتا يكم جمرة كنزيك لميناوة بحوت برد الله أكبر يذكر لدواهر بردك ثم يتقدم حتى يسهل أنجا توزي درو بيشو تادا قيشت التختاييك يسهل يعني حتى يصل السهل من الأرض تادا قيشت التختاييك
لا رمي جمرة دور دكوتوا شي ذكرت فيقوم مستقبل القبلة سنة دوايا جمري صغرى لچو بوستي كروي اشتيت بچيت لاي راستي خوت كروي اشتي برو جمره لمينا ودچيت بچيت لاي راست دستي لاي راس بگرا كدستي لاي راست گيرت ان جروب كجمره ما كده كي دستي راست مينا ده كي دست شفت رمي جمره ده كي ان جاتو زيد روي دگي تختايك طبعا نسات جواز شو انا كاني بلام هروا سنت چيا كرمي جمري صغرات كرتو زي برو دورك ولا جمره ان جاء دز برز كرهو ببي وربك كعبه ودعابك الزور يخوى ساعات دعابك زور شاك سنته بيغمر واكر عليه الصلاه والسلام ان جاء كبو وسطا درويشت ثم ياخذ ذات الشمالي كبو رمي جمري وسطا دروي او جاد تشو لاي تشبو رمي جمره كي ذكردو تشو لاي تشبو لا تختايك دوستا روي ذكرد قبله دعاي ذكرت زور ثم يدعو ويرفع يديه دستبرز ذكر ذو ويقوم طويلة زور دريش دوستا وزور دريش دعاء ذكر إنجا كذا تشوف جمري عقبة لتشالاياك لبطن الوادي نزمتر لوانيتر كابو رمي جمري عقبة دروي لا يقف عندها يرمي ويمشي رجمي عقبة ذكر جمري كبراي ذكر ذو دروي ندوستا بو دعاء كردن كذا السنة دواء دعاء لدواي رمي جمري صغرى رمي جمري وسطابكي لدواي جمري كبرى دعانية وستانية بلا جاك تزدر ذاكين كلا سيمش دعابكين دعاء الدعاء هو العبادة درين أوزر ذاكين خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أوزر ذاكين قوري برام كتيب جي زور زر ذا تولى سنة سيرة والربازي في غمر لا دا دي لو اشتدى عليه الصلاة والسلام أجر خير با في غمر إخوة ديكر لو ما وستكاك ما وست براي من بلام زوري ديوه تيجيشتن لسنة بدعاء جارب قبل كل شيء يحتاج إلى توفيق من رب العالمين خواه موفقتك خواه يقول موفقتنا كاتينا قيم بابتا تينا قيم دائما جبوه درام بزنموني واقعيان بو بيننا وبو إليه حالي بن ساريك من هي چوار تاي هي نفرق ديت دلكاك ولا تایی چی همان تایی سعی تو می‌کنه. طلب بخواد شک. بیه نه. استاد ملای فیترک، لای پنترچیک. بعد چوار پنج برگیم بود ریش کاته ول تایی یکم. آو تاج لگل تایی یکم لحیم دکم. بعد دو بی باشتره. کره کاک نابی بو خاطری خوا. ای بو تایی یکم بو. تایی دوم ل تایی یکم فرقی چی؟ چه جیاوزیش یعنی؟ بو آو دبی بو آو نابی. یعنی چی؟ همان تایی، همان قیاس و همان حجم نیه. کاک نابی برای خم. ام سعره هر لایه هر شونه دبی شونه یک تای یک تای پیوبه. بله کتای چی تریش بینی همان بابت و همان جوره. ای باز نابد واد روز نکرava واد روز نکرava دو تای بیا کوب کی. ولی که کی و خوشت نازن دلنشی. دنا وره فرقی اوتا اوتا چی بوچی نابه وره تیب گینه. برام نابد. طبعا لنمونی آوادا کسی که زور زور حاشا به عقل به انجام مگر او کار بکاونیه ولی مرگه تو بیه نو سر دینه که ولی چون او دو تای وکویه کن بز لاصل دا دو تای نیه نابه بویدانی لهمانش تیج دا دعا هر دعا لجمری یکم و جمری دوم دعا های لسیم بویدانند راوا نه چی بلی بویدادنیم که که بویدانند راوا برام ناکره نه بلی ویتر دکرت چون الای سکنی ستیرنی چی بودانین سکانی چی بودانین جوانترنی هر دولاهی به نه کاک نابید تی چی مده کاک همان شواز دینین بخوا همان سکان دینین دای دینین ابرام نابید بکلگ ناید دین برا کانم بر رأی و بوچونی ایمن نیا چون آوا شتی بو زیاد ناکره آخر من پیم باشه و فرقی چیه و قی چیه کاؤ دعا هر دعای و کاک نابید چون لرکوع ده صلوات لدین سر پیغمبر علیه صلی اللہ لتحيات جدا فاتحة بخوانين شونا نابت فاتحة نابت إيه ونال إن هر داخل سر داريش الفاتحة أي بولا تحيات ناي خواني نابك هاك نابي بيعمرني كده آفرين ده أم عقلتها بلاها مش وينك بلا بيعمرني كده ونابت شون ليرة ها عقل قد إيش يكيرت كوت من فاتحة بخوان إلى الركوع ده دلي نابك هاك شون ده بي شون ده بي نابي بو نابي بيعمرني كده عليه الصلاة والسلام بهمان شيوه كاك مولود مكا
نادي كم آخر نابي بو نابي في عمر نيكدو عليه الصلاة والسلام تو هون ده كافي بلا هون ده كافي بوشي بوتو كافي بوكوت ما للركوع ده فاتحة مخوينا علي آخر في عمر نيكدو نابي إيه مش ضلنا في عمر مولودي نيكدو نابي ميك تو إنسان كدس بسنة وبقر النجاتي ده بلا زور عنادي والسركشي وقمراي بلاكاك كاك جان هاي أنا دلأ مولود أو داري شيء أنا قال لي شيء داني مناقشة يقبو لكن على شيء آسمانية وتي للاك وديو مولود بدعية بلا بدعية حسنة لا شو ديو بالقيل السر لا قرآن ولا حديث ولا قياس ولا إجماع ولا استحسان ولا هم يبالقيل السر يكتب كاتبه بدعية كاتب شون ديو بدعية وهم بالقيل السر به هو مشروعة أما للاك للا يشتروه كأمهم وبلقي للسرب واش بيغمبر نيكر بي عليه الصلاة والسلام كاتب بيغمبر تمام بارا صحابهم تمام بارا تابعيهم تمام بارا أوهم وبلقيه إيشيان بينكر دوا كاتب يا لدين تينا جيشتوني هم ويان مقصر وكم ترخمون تبليهم وبلقي للسرا أو نجنا يان كردوا عجيب إن جاء نباز ددن إذا دوك سيان بيني شيء شيء دل بله بله بدعية ونكرة وبلام بلقي للسرا بدعية ونكرة يشتئن دل إنه والله كاك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوخوي بدع بوخوي مولودي كردوه مولودك أوابه صحابة كردوه أنا بلام بمشي عزبو يشي دل إني كردوه يشي دل كردوه يتي بو شو كإنسان للسنة لايدا هري كي بمشي عزبو بون منا بينشر سيارة بس سريع درون كلا جادة لا يندا يشي بولا دا وردة قري يشي بولا وردة قري يشي تقليق لي دا يشي نازم تشيلي بسردي هري كي بمشي عزك إنسان إيش كلا السنة لايدا هري كي قصي يشي هي هر یک قصه چیه؟ بوی دوسه مبتدع بینه هر یکی آن رأی چیانه؟ لسان هر بابتیک بی. بون من صفاتی خواهی پروردگار. اما دلیل پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم ل حدیثی صحیح ده فرمود ينزل ربنا تبارک و تعالی للسماء الدنيا. چی فرموا دلیل؟ آوان دلیل نبی آبلین. ای چی؟ هلاینده کلاینده هر یکی قصه یک دکه دلیل نکه که ينزل امر ربنا. يشترنا ينزل ملك ربنا يشترنا ينزل رحمة ربنا تما شايكا هل يكشتيك دل بلا يكدل هذا أم اختلاف التفرقين بلقي لسر ويك لسر سندنا معون ملك أحسن الله إليكم باب من رخص له أن يترك المبيت بمنى والطواف الوداع شيء أوانيك مولتي أم بيدرا ولا منى نمين نوى نمينا مزدلفني أوى كام منايا يعني شوي ينزو شوي دوانزا شيء رخصتي بدرا ونمينته وباسي طوافي وداعج لك بله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له يعني زور كذا شيء تحجبون منا خيمينية يا خيمشي هبي شويني هبي مبيت ازدحامك زور نارحته بوي هي نيويش وشتك زياتر بمينته لمنا دانيشي لهر شو يقدر دانيشي دعائي بقريته وتيلك يخذ لي بخبيه تاواني إن شاء الله بلى أحسن الله إليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض بلى أما ين لسر طواف الوداع كيا خلشي أمري بيكراوة كأخير شتيان لقل بيت بريتيب للطواف يعني طواف وداع مال آواي بلام چی او طوافی مالا وایل سرنیا حائض او افرتی دکیت سوری مانگانه طوافی وداع ایل سرنیا اکثر بوی هيا سفر کاتو مکه جبهه الایت مله احسن الله الیکم عن عکریمه ان اهل المدینه سالوا ابن عباس عن امراه طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا ناخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية وقال طاووس عن ابن عباس أرخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن يعني بون من ابن عمر رضي الله عنه يقول وأنا لسرتا مولتي ندد آفرت ككوت سوري مانغانش وما كجي بلتا طوافي وداعنكات جاء آفرتي وهي حوت رجل سوري مانغانا دميني هي هشت هي دا هي بانزا هي بيست بجوري آفرت دقور هي زور دمين تولى سوري مانغانا باشا
دي فرمونا به بروا مکه جبی رتا طوافی ودعنک دوای تیگیشت و حدیث پیگیشت کنه خیر پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم مولتی دا و بو افرت کده کیته سوری منگانا بو هيا طوافی ودعنک تو یکسر جبی له بو د فرمی اهلی مدینه پرسیاریان ابن عباس کر سباره د افرت یک طوافکی کردوا طوافی افاضه دوای کو تو تسوری منگانا فرمی به بروا و تیان نایما بخصیت وناکینو واز لقسي زيد ناين إن كوا حديثي ده فرماه ده بيه طوافي آخر عهد بمكتشي بيت باس مانكر ده بيه طواف بيت دعائي كبويا عن باس كرا هات لأم سليم برشيار كرا همان حديثي صفيه باس كرت كدروس ده حائض طوافي وداع نكات ملا لسريني أصلا محسن الله عليكم باب نزول الأبطح والمحصب وذي طواء بلى يعني سيشوينن أو سيشوينا لمينان كلمينا خريكة درشي برو مكة دروي لادان لو شوينا سيشوينا شونا كاتي كتو مكة مينا جيدة يليتو حاجكة تواو كردوا ورده ورده ديتو برو مكة مينا بجيدة يلي سيروجي مينا يا دروجي مينا تواو بجيدة يلي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لهندي شوين لاي داوا بلى أحسن الله إليكم. معنا أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وقد تقدم قول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النفر بالأبطح. مالك يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو شوينا أنا لأيدة دا أما وكوتمان استاع لهزار نوصت نوت نوشی نازنیم شونه نشون و گرنجی جنیه چون مل نسک نیه لعبادات نیه یعنی پیامبری خواه علیه صلی الله علیه ل مدینه و کهاتو ل مینا و کهاتو ل شونه گلاید و اسراحتی کردو اما ل شعائری حج نیه بله ولی مش دبی لهمان شون لادم ولی به اسراحت کم ولی بخوام نه باید چیشانیم انشالله یعنی یوم النفر دفرمه انس دفرمه پیامبری خواه علیه صلی الله علیه صلی العصر یوم النفر بالابطحی روزی نفر کامه او روزی که خالتشی مینات جده هلا ده ها اخیر روزی حد مینات جده هلا نود قرن او با مکه دفرمان نویجی عصری لشیو کرد پیامبر علیه صلی الله علیه او مینات جهش تو ل ابطح کردی ابطح شونکا دولکا ل بین مکه و مدینه بلام ل ناو مینا حساب ذکری یعنی هر ل مینا نویجی عصری کرد دوایی درچو برو مکه اما بلگیل سرچی کتو دوام روزی ایام التشریق پیش مغرب مینا جنه هلی دبیب منی او با شوی سهمیش لایام التشریق ای درست نویجی عصر لمینا بکی ابطح مینای بلا نویجی عصر و تا پیامر لابطح کردویتی مشکل نیا بلا منکوی تنویجی مغرب بلا أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ابن عباس ده فرمي تحصيب يعني محصب أو شوينيك في غنبر الليلة ده فرمي ليس بشيء يعني ليس من مناسك الحج بل كو منزلك شوينيك في غنبر الليلة ده بزيوة هيش بيعني بحاجة ونية ملا. أحسن الله إليكم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم حاجا ومعتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة وكان إذا صدر عن الحج والعمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. يعني لم حديثا دي قدنا دوشت باسكرا ذي طوى باسكرا لقل محصب يعني بطحاء لقل شوية ذي طوى وبيشتر محصب باسكرا باش استا ختب خجير ياسر كلمة البطحاء كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء بيشتريش كان يبيت بذي طوى بذي طوى بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك لمدينة ودرويش بو مكة بو حجاب وعمرة بيش أو يبتشت ناو مكة شوين كي بيدلن ذي طوى لوي لايدة دا إسراحتي ذكرت بين الثنيتين يعني بين الجبلين أنجا لثنيي
لا يجي كانوا دادا بزي لا شاخي كانوا وردوا دادا بزي هو كويس تاو رجع وبارو نفقنا بوا ده شو ناو مكة وا يعني ما بس شيء بيجا وبيجت الناو مكة لشوين قلايدة دا إسراحتي ذكر بيدلن شيء ذي طوى وبعكسه وش وكان إذا صدر من الحج أو العمري صدر يعني شيء إذا رجع كان إذا صدر يعني رجع أي كلا حج يا لعمرة قرابة وا لما كوا برو مدينة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة شوين كي لذو الحليفة لذو الحليفة شوين كي بيطلع من بطحاء لبي تشي ذكر صلاة السلام إخوة يوري لسربي لبي ديسان أناخ راحلته ولاخ كي خوي دانيشان دوو لبي إسراحاتي تشي ذكر دواي أو دقرايوا دهات الناوشاري مدينة أما سنة إنسان ككاتك بوشوين كدروا يعني بشو يكبدا بيجو يبتيت ناو شاركا ناو شوينكا انجاب تيت ناو يوا ماله أحسن الله إليكم. وعنه أن ابن عمر كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر الحديث ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان يفعل ذلك يعني ابن عمر رضي خالي وثمان لشدة تمسك ودزقتني بسنته لمحصب تي ذكرت دهات لبين نوجي نيورو عسري ذكر دي فرمو بيغمبر بنيو ألي نوجي نيورو عسري كردوا صلاة والسلام إخوة قولي للسربة. وهروا ابن عمر كاتك هات باب وحاج بو مكة الذي طوى لايدا دا شو لوي دخوت بو بيانيكي دهاتنا ومكة. وهروا كدريش چوبا ديسان لما كدر چوبا ديسان الذي طوى دمايوا ليد خوتا وكبياني ان جاد كوتر دي فرمو بيغمبري خواج وايد ذكر صلى الله عليه وسلم خواج يريد السربيه. احسن الله اليكم. باب التجاره ايام الموسم عن بازرغاني للروجاني حج دروستا انسان بازرغاني بك ياخذ دروس نيا مال. احسن الله اليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهليه فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ماله ابن عباس دفرمي ذو المجاز وعكاظ أمدو متجر شويني بازرقاني وبازاري خلطيبون لسردمي جاهلية باش كاتك إسلام هات صحابواتك يشتن كحرام كاكنا بهيش يتير لكاتي حج دا او دو بازار بكري نو وكرينو فلوشني تي دا بكري خوي پرتگارو ايتي نار دخوارو ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هيج جناحك تان لسرنيه كي اي ولا كاتي حج دا چيب كان يعني بدواي فضل ورزق خوي پرتگار دا بگرن واتا كسابت كان هيج مشكله يغنيه يعني مثلا تو دا چيبو حج دا چيبو حج پرسيار دا كي معلومات يك وردگري اري چشتك برم لگل خوم د توانم لوي لحج بيفروش دل ولا كاك تزاني شيء باش أبو أبي يعني بونمونا شحن سفري موبايل مثلا شحن سفري موبايل شاك خلق لعرفات بيوستيتي لمينا بيوستيتي لمزدلفة بيوستيتي دل باش مجموعي شي زور لقال خود دبي جات تليرا وبيبي تلا ما كبيك ريبو مينا بيبي لمينا بيفروشي دروستا هيج مناعته إجنية يعني وكو نيوجنيا بلاي كمن تشوما ناو نيوجوا دروزنيا قصب كم كرني فروشتن كم ك بلكو وكو روجوا تو بروجو عبادتك ودروس شكرني فروشتن كي لحاجش دروستا تبتغوا فضلا من ربكم بدواي رزق دا بقري هيج حرامنيه بويا حاجي واه دي حاجه كشي دكا كسابتي جي دكا مصرفي حاجه كشي دي انت ودروا اي دروستا حلال لحاج دا او بكري دروستا وهيج حرامتي تداني ان شاء الله وكلما يتدى أخواتي ورداي بزاد. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.